وفي 23 يونيو سنة 1969 تولى اللواء محمد علي فهمي أول قيادة لقوات الدفاع الجوي، وبدأ التفكير سنة 68 في إرسال بطاريات صواريخ للجبهة لحماية القوات الموجودة في الجبهة من الهجمات المتكررة لسلاح الطيران الإسرائيلي وتقليل طلعاته، وبدأوا في إرسال بعض بطاريات الدفاع الجوي واللي كانت مكونة من صواريخ سام 2، ولكن ما كانتش بتقدر برضو تجابه الطيران الإسرائيلي لأن كان أقل مدى ليها هو التعامل مع الطيران على ارتفاع 300 متر، فالطيران الإسرائيلي اللي كان بيطير على ارتفاعات منخفضة فكان بيقدر يتلاشى رادارات الصواريخ دي، فكانت موجودة احيانا زي عدمها. فبدأنا نطلب من السوفييت تطوير للصواريخ دي، ففي الاول قالوا لنا ما عندناش الصواريخ دي، ولكن بعد ضغط من الرئيس جمال عبد الناصر على السوفييت وعلى الخبراء السوفييت اللي عندنا بدأت تستجيب موسكو، وبالفعل بدأوا يرفعوا كفاءة صواريخنا ويزودوا عددها كمان، وبدأنا ناخد رادارات متطورة من طراز بي 12 واللي بتقدر تكشف مدى اكبر